خلي يجي الولد، يجي الولد اللي معاه يعني الامر. راه غادي يجي، وقالت لي اختو انا جايه. اللي تضرب الدري اللي تضرب في الحانوت. دابا انت مو تدلي الدري اللي تضرب. لا انا مو تدري مول الحانوت. مول الحانوت. انا مولات الدار. عاد معنا نهار حطيتي يعني شوف انا اللي غيبداو المايض غادي يسكتو صافي. اذا متتبعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشره معكم من نواحي مدينه الدار البيضاء في اليوم الثاني من عيد الاضحى المبارك. الوقت في هذا الوقت هذا وفي هذه الفتره اللي كيكونوا فيه الاسر المغربيه بشكل عام كيحتفلوا بهذه المناسبه العظيمه، كنتفاجئوا بانه أسرة عليك منها كتعرض لمحاولة اعتداء وكتعرض الاعتداء من طرف مجموعة من الأشخاص نقدروا نقولوا عليهم عصابة، اللي يعني كتكون مجموعة من الأفراد هما عصابة. والقضية يعني الأخطر، الأمر الخطير في هذه القضية هذه هو أنه كيقولوا بأنه من ضمن هذه العصابة أو من ضمن هذه الأشخاص اللي كاين في العصابة كاينة عون سلطة أو جوج أعوان السلطة اللي كانوا مع هاد الناس هادو اللي كانوا هازين الزراوط الى اخره وهجموا على الدار، هجموا على الدار وعلى الاسره وكانوا غيقتلوها بسبب ان واحد السيد كما قالوا لنا بحسب المعطيات اللي توصلنا بها ان السيد جاء انه يقيس واحد جاء عندهم واحد السيد المحل ديالهم باش انه يشري الحوايج ديال العيد كسائر يعني المواطنين بشكل عام، حتى انه كيتفاجئ من احد الاطراف ديال هاد العصابه هادو ضربوه بالموس الى اخره. باقي التفاصيل غادي نتعرفوا عليها على لسان الام وعلى لسان مول المحل. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام بنتي. الحمد لله بنتي. عاودي لي اختي شنو وقع بالضبط من الاول؟ نهار ثاني العيد بنتي جا واحد الدري تقدم من عند ولدي، هذاك الدري يمكن فايت مضاربين معاه، حنا ماشي سوقنا في هادشي، حنا حانوت ديال البيع والشراء، جا دخل عند ولدي كيقيس كي تفاجأ ولدي بين ما الدري دخل عليه هجن وجهه بطل الدري عنقوم اللور، دفعوا ولدي خرجوا، جات موت الدري هي والدري قالت لك شو واش داروا لنا؟ عطيونا السيدي باش نمشيو نديكلاريو به، مشينا حتى حنا معاهم دينا السيدي باش ندفعوا الجدارمية. كنتفاجئوا بالناس جاو هجموا علينا قال لك علاش تعطيوهم السيدي وتمشيو حتى نتوما معاهم عاد الجدارمية. صافي هي هذيك بنيتي جينا بركنا شويه شو داروا السرتافيكا الدري داروا لي السرتافيكا في 24 يوم، واش 24 يوم ما تعتقلوش هاد الناس؟ تنتفاجئوا بالشيخ والمقدم هاجمين علينا وجايبين خوتهم وخواتاتهم وعيالات خوتهم دايرين لينا حاله، عاون قضائي هاجم لي على داري وضرب لي ولدي اللي ما دارت حاجه جا العيد عندي غير النهار ضرب لي ولدي وقال لك بغي هضرت معاه مشيت عند الجدرميه قالوا لي لا ما ضربتوش. كيتفاجئ ومشيت عاد باش ندير ولدي ثاني سرتافيكا في السبيطار مكر ومشيت ندير سرتافيكا ثاني حتى في السبيطار ما بغاوش يديروها ليا بسبب هوايا، خلوني انا الاخرى السيكيريتيات قالوا لي ما تدخليش غتنوضي لينا الصداع معاه ما تدخليش وخلونا تسالوا سالوا هما مشاو وحنا بقينا. واخا خويا عاود لي انت اللي شاهد على السلام عليكم. هاد الناس هادو معدين، هاد الشيخ هذا ظالم لا ياخذ فيه الحق، لا ياخذ فيه الحق، ظالم السيد هذا، السيد جاي قدم عندي الحوايج ناضو اختك كيدير البوفا ضربو حلو مسطي كيدير في البوفا جيت تحامي منهم وتحق راه التعدو ضارب لي الدري في محالي وما نمشيش نديكلاري بك، علاش ما نمشيش نديكلاري بك؟ ملي مشيت ديكلاري اش بيكم؟ مشاو معاهم والديا جيت وهجم شولي على دارنا ضرب شوني يدي قطع لي خمسة العصباش رجلي يلا داير عليها عملية عاودت ضرب شوني ليها هيا دليل كاين الوقت كاين الوراق كلشي كاين عمري مضارب مع اختي هاد الناس ديما كيجيو يهلو عليا ولكن ملي كتبغي تمشي ديكلاري كيجريو عليك. شكون كيجريو عليك؟ رجال الدارك. علاش؟ على قبل حيت الشيخ الشيخ شنو علاقة الشيخ؟ هاد الشيخ هو الملك ديال هاد الحي المسيرة. لا هو الملك ديال هاد الحي المسيرة. خلي كملينا خالتي باش عاد ندوزو ليك. خليه هو الملك ديال هاد الحي المسيرة معدي اخويا ظالم لا كاين شي جد فوق جهدو راه حنا الجد لا جد الله. حقرنا هاد السيد حقرني يا انتوما شفتوا الفيديوهات شفتوا الدلائل جاي الطوموبيل شو دخل خويا ياك ضرب لي باب زرواطة شوف با ضربو كبير بزرواطة ضرب لي خويا دري الكبير انا ما كاينش لقيتو شي كاميرا والشارع كامل فيه كاميرات لقيتو كاميرا وحده شاداني
حكموا عليا باش ما بغيشو، ها هي خذوا لي حقها من داك الشيخ وعصابشو، عاون السلطه خاصو يحميني، وتالا غلطتو ظلمشو، وتالا غلطتو ظلمشو، خاصو يجيب لي رجال دارك، ماشي يجي لي هو يهجم عليا، ماشي يجي يهجم لي هو على دارنا، حشومه حشومه ما عندو حتى حق يهجم لي على دارنا، يجيب رجال دارك والعيب والعار لهربش. حيت عطيت للدري الفيديو ومشى والدي هذيك لارا وخشي حيت دخل لي الحانوشي وضرب لي دري، ما عندوش الحق يدخل لي الحانوشي يضرب لي فيه دري، يتسنى شي يخرج الزرقاء ويضربو منو ليه. وسي الحموشي تدخل الله يرحم بالوالدين، عاش الملك الله يخلي لينا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا اللي كياخذ لنا حقنا، سي الحموشي تدخل الله يرحم بالوالدين، تدخل السي الحموشي رجال دارك ديال الدروه، تحركوا رجال دارك، رجال دارك ديال الدروه، مشينا عند رجال دارك، مشينا جراو علينا، ما بغاوش يتسنطوا الوالديه، جراو عليهم حقرونا الناس، حقرونا اخويا الله يرحم بالوالدين، ديروا معايا شي حل، اللي كيشوف هذا الفيديو لا عندو شي يدير المساعدة يدير معنا شي حال مع السيد هذا ظالم، الله يرحم لكم بالوالدين، الله يرحم بالوالدين، السيد راه ظالم، السيد هذا راه ظالم. اجي ولدي اجي. واخا بالايكم كملي خالتي ها؟ انت اللي تحيد صافي يا ربي. بلاتي عفاكم بلاتي عفاكم يا بلاتي الله يرحم بالوالدين. كملي لي خالتي. انت بنتي وانا كنبغي مشيت انايا كنهضر معاه ولا كيتنفخ عليا وجاءوا الدرك الملك كلشي دايرين لهم هما الخاطر يدوروا بيهم ويديروا علاش هما الدرك الملكي راه دير لهم البال همايا وحنا مالنا حيت حنا ما عندنا حد ما عندنا اللي يوقف معانا ما عندنا اللي يكون بينا دايرين لنا ما عندنا حتى حد حنا ما عندنا بنيتي نعرفها ما عندنا وسيطه ما عندنا حتى شي حاجه حنا محميين بالدرك الملكي خالتي ما كاين لا وسيطه لا حتى شي حاجه لا هما عندهم لا بنتي وسيطه اسمعين عافاك ما من حق حتى شي واحد يجي يتعدى على شي واحد حنا تحامينا بالدرك الملكي تحامينا به ولكن ما عطاناش بنيتي حقنا حنا تحامينا بهم مشينا عندهم هما باش يحميونا ساعة ما عطاوناش بنيتي حقنا وكنطلبوا من المسؤولين يدخلوا حنا بغينا حقنا من هذا السيد هذا السيد معدي تعدى عليا انا حقرني حيت ما عندي حد انا حقرني ما عندي حد انا كاينه هذاك انا وهذاك الدري والدرية اللي كاينين في الدار انا ما عندي حد انا ما عندي انا بغيت المسؤولين يوقفوا معايا انا ما عندي حد هذا السيد حقرني هو ولد اخته حقرني هو اللي خاصو ياخذ حقنا خاصو يمشي ولد اخته اللي معدين علينا ماشي يجي يتعدى علينا هو هو ولد اخته هو ساكن هو في هذه الزنقه تعداو عليا في داري هو في هذه الزنقه اللي ساكن هذا حي المشروع ديال المسيره ديال الدروه حي المشروع المسيره ديال الدروه هذا مثال بغينا نوصلوه للناس المسؤولين رجال الدرك الملكي السلطات الامنيه انهم يشوفوا هذا المشكل هذا راه ما من حق حتى شي واحد انه يتعدى على شي اسره او يضرب شي واحد بالموس ولا شي حاجه حنا ماشي بلاد سيبا القانون يعلى ولا يعلى عليه راه حتى شي واحد ما من حقه انه يستعمل واحد السلطه ضد واحد الاسره او ضد واحد الشخص الى هنا مشاهدينا كنشكركم على حسن المتابعه ونلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر الى اللقاء بلاك. صافي شكرا مشاهدينا 16